الشريف، لمها اسماعيل 35 سنة لعبها بشكل ممتاز لمحمد صولة اللاعب الليبي اللي لديه عرضين يفكر فيهم اللاعب الليبي المميز هذا اللي أمامكم. محمد صولة قادم من أهلي طرابلس في من ليبيا الحبيبة، واللاعب صرح من 25 سنة أن لديه عرضين، عرض من اتحاد العاصمة الجزائري وعرض سعودي. الحين نبغي نبحث من هو السعودي اللي يبغيك، من هو النادي السعودي اللي يحاول في هذا اللاعب محمد صولة. ممكن يكون طارق تايب جديد، كله كله ترى في تشيب بسبب الإصابة، واللي حضر في الدورة الخامسة في بغداد ولعب أول مباراة وبعدها أصيب، حتى اعتزل في عام 81، ما كان كبير في السن لما اعتزل سلمان الشريدة. يعني يمكن يطالب ان الحارس التقط الكرة خارج المنطقة، لا داخل المنطقة. صولة بيلعبها عالية وأمامية داخل منطقة الجزاء. هل في كل حارة في كل مدينة في كل قرية الليبي صولة وجولة أمام المرمى في اللقطة الماضية بتضيع على عبد الله ياسر، إذا يتحسف على اللقطة الماضية. سلمان قاد إنجاز تاريخي للبحرين، دعي عفاد الهريفي في بدايات، شوف حطها نقطة انطلاقة له. صولة 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 بيجرب وبيسدد صولة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى ضربة مرمى، يصل لمرمى النادي الأهلي. تلعب عالية وأمامية، خطأ يشير إلى حكم إسماعيل عبد اللطيف. صولة سدت الكرة وصلت سالة لياسر لمسي. محمد صولة محمد صولة بيلعبها أمامي، محرك ودع فعليا، المحرك ودع كرة داخل منطقة الجزاء، سقوط والكرة إلى خارج. هلال وتوج الأهلي بطل ذلك الموسم، مر بصعوبات كبيرة، فقد شقيقة ملتصقين بالشعب، الله يعطيك الصحة والعافية. كرة ملعوبة لكنها تصل سالة ليد حارس المرمى. تنصر ولي عهده وتنصر وطنه. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، خلاص انتهت.